لا أنا من عزوم. طبعًا شالوا علاج أخوه. ها علاج صغير. هذا ضاع يرجع هذا. أبو ليش ما بعشرة؟ تكسر كل الأساس. هذا صعد هذا بدي الجير ما قدر طلع. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقام البرنامج من داخل العراق من زاخو حتى الفاو، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة هنا. أما من يسكن دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط تقدرون تتصلون بنا على واحد من أرقامنا الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة هنا. وحتى أبناء الداخل إن ما حصلتنا على أرقام الداخل تقدر تدق على ذني، فعندكم أربع أرقام للاتصال. يعني اللي يريد يدق ونسمع صوته ونسمع رأيه حول الموضوع اللي راح نطرحه ذني الأرقام قدامك. أما اللي ما قدر يحصلنا اللي ما عنده رصيد مثلا انه يدق علينا امامه هذا الرقم، هذا الرقم للمشاركه عبر الرسائل مثل ما هو مكتوب هنا. هاي الكلمه الرسائل، يعني اللي دز فيديو ما راح يطلع على الشاشه، اللي دز رساله صوتيه ما راح نقدر نسمعها، واللي يدق على هذا الرقم عفوا على هذا الرقم ما راح نقدر نستقبل اتصال لانه جهازنا ما مربوط ويا السيستم حتى الناس تسمع اتصال المتصلين على هذا الرقم. مشاهدينا الكرام، الفيديو اللي شفتوه بالبداية صاحب محل صيرفة بالعراق تقوم احدى الميليشيات بخطفه، شفتوا الطريقة اللي صارت وشون انخطف، واكو كاميرات واكو سيارات والشرطة تقدر تجيب ارقام السيارات اللي خطفت، لكن هل تتوقعون انه الشرطة راح تسوي شيء؟ هذا جواب يمكم. اما موضوع حلقتي، كل دساتير العالم، كل قوانين العالم، قضية الجريمة الجماعية هي جريمة، قضية التهجير هي جريمة، تهجير قرى، تهجير أناس، تهجير مجموعة من الأهالي، إن كانت على مبدأ طائفي، إن كانت على قضية قانونية، إن كانت على قضية دينية، إن كانت على قضية إخلاقية، تسمى تهجير. والتهجير القسري في كل دساتير العالم جريمة يعاقب عليها القانون، إلا بالعراق. بالعراق اليوم التهجير القسري هي أفعال تسويها القوات الحكومية، هي أفعال الميليشيات، واللي تقول إحنا تابعين للقائد العام للقوات المسلحة، واللي تقول إحنا تابعين للشرطة، واللي تقول إحنا تابعين للجيش، واللي تقول إحنا تابعين لوزارة الداخلية، هم اللي يسوون هاي الأفعال. قبل صارت بجرف الصخر، وراها صارت بنينوى وبصلاح الدين وبالأنبار وبديالة، وراها صارت بحزام بغداد، وراها صارت بقرى المقدادية بمحافظة ديالة، وقبل يومين أو البارحة أهالي قرى ناحية مكحول في محافظة صلاح الدين أكد ناشطون تعرض مئات العائلات إلى 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 تهجير قسري، إلى إجبار من قبل القوات الأمنية حتى يتركون القرى أو أماكنهم. أهالي الناحية اتهموا الجيش والحكومة بسوء التخطيط، عدم توفير بديل لهم، عدم توفير مكان ملائم لعيشهم، لكن أنه الجيش يطلب من الأهالي أنه يتركون القرى بسبب دواعي أمنية. زين، شنو واجب الجيش؟ أنه واجب الجيش مثلاً انه يشوف اكو مشاكل امنيه بالمنطقه، ما يفكر شلون يحمي الاهالي اللي قاعدين، بس يفكر انه يعني يهجرهم او يطلعهم. اي رقم واحد. رقم اثنين،
وين الخطط العسكرية اللي من المفترض هي مو خطة عسكرية، المفروض أن وزارة الداخلية أدها قوات داخلية تحفظ الأمن الداخلي، الشرطة على رأسهم، وينهم إذا أكو 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 دواعي أمنية تستدعي هذا الحال؟ ثالثا، وين الجهد الاستخبارات العراقي حتى يعرفون هاي الخطط العسكرية أو الخطط الخبيثة اللي تأذي الناس، وعلى سببها وعلى ضوءها اجى الجيش واجى هجر مئات العائلات وراها؟ أو القضية الأخ، الجيش أو القوات الأمنية نطوا عهد أو نطوا وعد إلى الأهالي أنه أقصى حد راح يظلون مدة أقصاها 4 أشهر، وراها ترجعون إلى بيوتكم في قرى ناحية مكحول، تحديدا هي 5 قرى عدد سكانها ما بين 350 إلى 400 عائلة. السؤال، القوات الأمنية راح توفي بوعدها؟ يعني صدق 4 أشهر أقصى حد، وراء 4 أشهر راح يرجعون لبيوتهم لو حالهم حال جرف الصخر، لو حالهم حال المقدادية، لو حالهم حال سنجار، لو حالهم حال الأنبار وموصل والأنبار ونينوى وصلاح الدين اللي تهجروا قبل؟ شغلة اللخ، يعني الأسئلة اللي لازم نعرف جواب إلها، ليش اليوم الخطط اللي تصير بالعراق هي خطط انهزامية إلى أبعد حد؟ ليش اليوم الخطط اللي تصير بالعراق هي خطط لأذية الناس فقط؟ بالمقابل ما شفنا خطة لحماية عائلة، ما شفنا خطة للتقليل مثلا من نسبة الجريمة، ما شفنا رادع حتى اللي دا يسوي جرائم يرتدع، ما شفنا تحرك حكومي مثلا حتى تفكر بالنازحين اللي موجودين بالمخيمات حتى ما يوصل الحال بقرى المقدادية ومكحول وش ما درينا بعد على يا قرى راح يجي السرة ويتهجرون من بيوتهم أو ينجبرون على ترك بيوتهم. ليش اليوم الخطط اللي تصير يعني أكو خلل أمني؟ مثلا العراق كله خلل أمني، لو العراق ما بي خلل أمني ما كان الخطف صاحب الصيرفة اللي طلع الفيديو قبل شوية، لو العراق ما بي خلل أمني ما كان صارت مجزرة جبلة، لو العراق ما بي خلل أمني ما كان زادت نسبة الجريمة بي، لو العراق ما بي خلل أمني ما كان صار بعنف أسري قبل كم يوم، حادثتين ببابل راحوا على ضوءها تقريبا 7. لو العراق ما بخلل أمني ما كان راحت 3 محافظات. إذن إحنا كنا نعرف هاي النقطة، أكو خلل أمني بمكان، ليش ماكو تفكير أو خطة لحل هذا الخلل الأمني، لسد الثغرة؟ هسه حائط يريد يوقع، يجون مهندسين يقولون هذا الحائط النقطة الفلانية ضعيفة، يقوون هاي النقطة حتى الحائط ما يوقع. سد يريد ينهد، يجون مهندسين يفحصون السد يقولون النقطة الفلانية بالسد ضعيفة، يرممون هاي النقطة حتى ما يوقع السد. بس احنا عندنا خلل أمني، عندنا سد راح يوقع مثلا، ويجون المهندسين والله السد هذا راح يوقع، اذا قصوا الاشجار الداير ما داير وقصوا البيوت لانه راح يوقع السد. ليش اليوم ماكو خطة عسكرية او خطة امنية حتى يحافظون على الموجود، يحافظون على هالي اللي عايشة؟ ليش اليوم مثلا بدل ما يحلون الخلل الامني، بدل ما يفكرون شلون يقللون من هذا الخلل، بدل ما يفكرون شلون يوجدون حل الى قضية الامن بالعراق، هم فكروا شلون يهجروا الناس وسووها. ابو حسن من واسط، حياك الله. عليكم السلام والرحمه والاكرام. ابو حسن انقطع الاتصال وياه، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه بالموضوع. سعد من الكويت، حياك الله.
حياك الله يا أستاذي الطيب الغالي، ونشكر جهودك المخلصة واهتمامك يا أستاذي بالآخرين. أستاذي بالنسبة للتهجير، والله يعني خطية، يعني لا يجوز يا أستاذي، يعني تهجير أفراد أوادم عائلة لا تجوز يا أستاذي، غير مقبولة من أهل البيت حتى، يعني يقبلهم هذا العمل التهجير. كذلك الاعتداءات غير مقبولة أيا كان، والتدليس والمخالفات المالية والإدارية يا أستاذي، جريمة أستاذي، وتوفير الأمن والأمان حقوق شعبية وطنية. تحياتي لك للبرنامج، وشكرا لك يا أستاذي يا محترم. شكرا 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 لك أخ سعد. يعني حتى القضية هذه في أكثر من مرة، مثلا هيئة علماء المسلمين أصدرت بيان فيما يخص التهجير اللي دا يحصل بالعراق، قضية مثلا ناحية محكولة أو قرى ناحية مكحول في محافظة صلاح الدين، هيئة علماء المسلمين أصدرت بيان أدانت به حملة التهجير القسري الحكومية، يعني حملت المسؤولية الكاملة إلى حكومة مصطفى الكاظمي، وأكدت بالبيان الهيئة أنه استمرار هذا النهج في تهجير الناس والاستيلاء على أراضيهم يثبت فشل القوات الحكومية في ضبط الأمن، وهذا اللي كنت أتساءل عنه قبل شوية، ويؤكد أنه نظام الحكم طائفي يستخدم هاي القوات اللي هي القوات الحكومية، وبالمقابل يستخدم الميليشيات حتى يسيطر بالطريقة اللي هو راسمها بعقله. هاي اختصرت لكم البيان في كم كلمة، لأنه أكو تغيير ديموغرافي مثل ما قال بيان هيئة علماء المسلمين. لكن السؤال اللي لازم نجاوب عليه، ليش اليوم اليوم العراق بخلل أمني، خلل أمني في كل محافظات العراق، كل محافظات العراق من شماله إلى جنوبه أكو بها خلل أمني، كل محافظات العراق من شمال العراق إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه، هي محافظات ما مسيطر عليها أمنيا، وعبارة عن منافذ حدودية مسيطر عليها كأموال إلى الميليشيات. أما المقاتلين والمهربين والخلل الأمني يطبون ويطلعون إلى العراق بكل راحة. ليش اليوم هاي المخططات ما حد يجد لها حل حتى نقلل الخلل الأمني؟ بالمقابل برمشة عين القوات الأمنية تفكر أكو 400 عائلة هنا شيلوها. أبو خطاب من القرمة حياك الله. هاي بارك، السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أستاذي؟ هلا بيك يا الغالي. شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء. أخي أبو أخي رفل، هي هاي الحكومة شغلتها هاي المبادئ مالتها هي هاي. نعم. أبو وياك. ابو خطاب تسمعني؟ هاي اسمعك. هاي الحكومه هي الوضع مالها هو هذا، التهجير وجيب العوائل هجرهم ودهم بالصحراء، ولا اكل ولا مي ولا شرب ولا وبعد. نعم. نعم اسمعك. اي نعم اي. هاي الحكومة هي شغلتها هي هاي. هاي هو التهجير، هم ما جايين تاي يعيدون العراق. العراق انتهى، راح انتهى العراق، ماكو عراق بعد. هاي احنا متعلمين عليهم تهجير، وين يشوفون قرية يجون يهجرونها وياخذون اموالها وياخذون حلالها وياخذون يروح الجهنم، ما حد يشغله. والله ما غير الله سبحانه وتعالى. نعم. ماكو غير الله. الله اذا ما الله يحترف لنا ولا احنا منتهين. العراق انتهى غدنا وخلاص. وانا اشكرك استاذ. شكرا لك ابو خطاب. ابو عراق من الفلوجه حياك الله يا ابو عراق. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اغاتي
أبو عراق إذا تسمعني تقدر تغير لي مكانك إلى مكان آخر لأن الصوت ده يقطع. والله يا أبو عراق الصوت ده يقطع وأكو تشويش عليه فما دا أسمع شيء. ما أعرف يبدو أنه أكو مشكلة بالصوت اليوم. أعتذر منك أبو عراق لأن ثقة ما دا أسمعك. هاي واحدة من مشاكل العراقيين اللي الحكومات من 2003 لليوم ما فكرت أنه المواطن ده يدفع فلوس لازم يأخذ خدمة مقابل هاي الفلوس حتى يوصل له خدمة تليفون صحيحة. بس تفكر أنه أكو 400 عائلة بقرية هجرها، تفكر أنه أكو 2000 عائلة بمكان تطلعهم، تفكر أنه أكو قرى كاملة وأهالي وناس عايشين بجرف الصخر ممنوع يرجعون لمنطقتهم. أم علي من الطارمية حياك الله يا أم علي. ألو أنت عيون. هلا بيك يمه تفضلي. يا عيون والله خلاهم من 2014 خلاهم شفته من المنطقة لحد الآن ما عاد إيش خبر عني. كم واحد يوم؟ الحين خلاهم 10 هدوا 4 وظلوا 6 من ضمنهم ولدي 2. ولدك 2 شقد أعمارهم؟ عيني أعمارهم شقد يوم؟ والله واحد عمره 20 سنة واحد أكبر شوية. 20 وأكبر. إيش قصار لهم من 2014؟ من 2014 10 5 أخذوهم وكل شيء ما عندهم. يعني صار لك تقريبا 8 سنين ما تعرفين عنهم شيء. كل شيء ما حصلت خبر ما حصلت من هدوم. زين يوم ولا أمر عليك أم علي. تقلتي لي واحد عمره 20 سنة واحد شوية أكبر عمره 20 سنة من نخذوه لو هسه عمره 20 سنة من نخذوه عمره 20 سنة ولا صار أكبر منه. زين ما تعرفي من الجهة اللي أخذته يوم؟ والله قالوا احنا من إشياء حكومية من المكتب الوزير لا يعني هذا الأمر أنا أقصد الجهة اللي جت الجهة الأمنية شرطة قوات رد سريع عصائب سرايا من اللي إجا شاله من البيت. نعم ناشد الغناء الرافدية سمع صوتنا والله تعبنا والله تصالهم دائما ناشد الحكومة نصرها تساعدني ناشد الحلبوسي ناشد القوة الأمنية وقناتكم الشريفة يا عيني. نعم نريد ولادنا طيبين الميتين يريدوا. نعم ألو وياك يا ما اسمعك. اي عيوني. نعم وصلت ان شاء الله ام علي. شكرا جزيلا لك. يوم ام علي وجهت مناشده الى كل من يسمع صوتها من المسؤولين واللي يقولون على انفسهم انهم مسؤولين ويدعون انهم مسؤولين عراقيين ان كان بالبرلمان ان كان بالوزراء ان كان برئاسه الجمهوريه يعني تترجى من عندهم او تتمنى من عندهم انه يسمعون صوتها. تقول انا عندي ولد 2 بحدود 8 سنوات ما تعرف عنهم شيء. تقول كل اللي اريده من عندهم يقولوا لي ولدي عايشين لو ميتين يعرفوني راسي من رجلي ويطوني الولد إن كانوا طيبين وإن كانوا الله ما أخذ أمانتهم. يا رب يرجعوا لك ولدك سالمين غانمين إن شاء الله. يعني هذا السؤال أتمنى وجهه إلى محمد الحلبوسي اللي اهتز كيانه في قضية الطفل ريان في المغرب ونزل تغريدة وعلى ضوءها يقول روح إنسان يجب أن نحرك لها كل مقدرات البلد. فعليه أخ محمد عندك هسه أم علي عندها 2 وغير أم علي أكل آلاف من قضايا المغيبين. فنتمنى أنه تحرك مو جزء من جهد الدولة تحرك جزء من مسؤوليتك حتى تسأل لقضية المغيبين وتجاوب
أهالي المغيبين دا ترتاح قلوبهم. ماهر من بغداد حياك الله. قطاع الاتصال ويا الأخ ماهر. قضية التأجير القصري يعني مثلا الميثاق الوطني أبو مروة من كربلاء، قبل ما أخذ باتصال أبو مروة، الميثاق الوطني العراقي أيضا يحمل حكومة الكاظمي مسؤولية التهجير اللي دا يصير بالعراق، وخصوصا ما حصل في ناحية مكحول بمحافظة صلاح الدين. أبو مروة من محافظة كربلاء حياك الله. السلام عليكم، الله محييك أخي العزيز. تحية والدوم، حياك الله أخوي العزيز. الحياة ما بالعراق أخي، بعد 20 سنة، وهاي 20 سنة مو لفظة لسان، 20 سنة مهمة جدا بتاريخ الدول والشعوب. يعني اللي انولد ب2003 اليوم أصبح عمره 20 سنة. أنا أرد أسأل اللي مفقدين الحكم والسلطة، أرد أقولهم بالله عليكم إن كنتم تؤمنون بالله، بالله عليكم شنو اللي شاف وحصل؟ واللي شافه هذا الشاب اللي انولد بعد 2003 واليوم عمره 20 سنة، غير القهر والخوف والعوز من بعد ما كان يتأمل من هذا النظام السياسي كل الخير باعتباره نظام دستوري ودولة مؤسسات اللي من المفروض يسود فيها العدل والإنصاف من خلال الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية. لكن مع الأسف اللي صار العكس تماما، ما شفنا غير المصايب والكوارث من انفجارات وعزمة ناسفة وتهجير وقتل على الهوية، ومع الأسف تحول العراق الواحد الموحد إلى مجرد مكونات مذهبية وقومية، ومع احترامنا لكل مكونات العراق وضاعت الهوية العراقية بوجودكم. وبعد نعم انقطع الاتصال ويا أبو مروة. أبو حسين من محافظة واسط حياك الله. أبو حسين أبو حسين تسمعني؟ يبدو أنه أبو حسين ما يسمعني. شكرا جزيلا، أتمنى ترجع لنا يا أبو حسين حتى نسمع رأيك بالموضوع. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم مستمر وياكم، بس بفاصل قصير أتمنى تبقون ويانا ونرجع لكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD، ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. حياكم الله مشاهدينا الكرام. نحب نذكر السادة المشاهدين أنه ترددنا على قمر النايل سات مستمر مثل ما هو 10727، لكن بس اللي تغير عندنا أنه تحولنا من نظام الأزدي القديم إلى نظام الأجدي. فأنت إذا بعدك دا تشوفنا بصورتنا، أو عفوا إذا دا تشوف صورة شاشة الرافدين يمك بالتلفزيون الصغيرة، ففعليا أنت على نظام الأزدي. كل اللي عليك تأخذ ريموت التلفزيون، هاي الإعدادات موجودة قدامك، تدخل هاي الإعدادات أمامك اللي مكتوبة على الريسيفر اليمك، أو ما يحتاج تدخلها، نفس إعدادات القناة أصلا نفس التردد، بس تسوي له إعادة بحث مباشرة الجهاز اليمك راح يحول القناة من نظام الأزدي إلى نظام الأجدي. ترجع الصورة تكبر على الحجم الكامل لشاشة التلفزيون حتى تضمن ونضمن استمرارك واستمرارنا وياك، لأنه يوم 28/2 راح يتوقف البث على نظام الأزدي. مشاهدينا الكرام، يعني العراق لو نحسب ميزانياته من 2003 لليوم راح تجدون مبالغ خيالية. أكو أرقام قالت ما يقرب من 1,000 مليار دولار فقط في حقبة المالكي، ما يقرب هدر
فما بالك على البقية. أبو حسين من واسط رجع لنا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونكم؟ شلون الصحة؟ هلا بيك يا الغالي. لا بعدنا مشكلة، احنا هانا من على الحدود الإيرانية انقطع علينا الماي كلش. ألو؟ ألو. انقطعت علينا إيران الماي كلش، انقطعت علينا وهدت الحدود حلال تهريب. ايه. مشكلة كلش هسه، حلالنا الغرض راح نهاجر. نعم. ألو؟ اسمعك. الغرة والرياض كلش انتهت. نعم. الو. الدائرة تدمرنا، مو بس المحافظات الغربية تدمرت. نعم. قال ماكو حكومة. الو. وياك وياك. الو. اسمعك ابو حسين. وصلت وياي انه ماكو حكومة. انقطع الاتصال يا ابو حسين. طبعا بالتاكيد ابو حسين احنا من يعني ما نريد نتعامل ويا العراق مثل ما تتعامل ويا الحكومات، انه بقضيه طائفيه، لكن هي قضيه التاجير القصري اليوم في ناحيه مكحول قبلها بالمقداديه، ايضا قرى جنوب عندهم مشاكل جمه وعندهم مشاكل كبيره، من ضمنها اللي قالها ابو حسين من واسط هي قضيه قطع المياه من قبل ايران، وما تؤدي هاي القضيه من نتائج على الفلاحين والمزارعين والحياة بشكل عام. أبو عراق من الفلوجة رجع لنا مرة ثانية، حياك الله يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. أستاذ أفل إذا سمحت لي تنطيني المجال، يعني إحنا إلى متى ناشد حكومة؟ عمي وينك حكومة أستاذ أفل الله يخليك؟ نعم. أنا ناشد من خلال هذا المنبر، أناشد الشعب. الشعب إلى يعني 19 سنة صابر، شتي تصبر بعد؟ يعني شتي تصبر عليهم دولة؟ أستاذ أفل شغلة مقصودة، دول خارجية زائدة الحكومة نفسها هي راضية بهذا الشيء. حكومة لو عندها سيادة ولو عندنا احنا محاكم مضبوطة ما صار هذا اللي بينا يا أستاذ أفل. احنا وبعد إذا نبقى والله العظيم الشعب العراقي اسمع من عندي، اذا بقينا على هذا الحال وبقينا كل من يقول انا ما لازم، والله اشياءنا القادمه راح تصير اسوء بعد. يعني يا استاذ افل ولو اطعم الموضوع، بالنسبه هسه الميزانيه العراق من يستلمونها يرد النوم شو يسوون؟ يستقرضون من دول. الهدف منه شنو هو؟ الهدف حتى الاجيال البقيه تبقى مطلوبه يا استاذ افر، خلي الشعب ينتبه لهي الفقره. واخرى ثانيه عم الزيول اللي اترعرعت بالعراق، عمي هم تدمرون. هسه يطلع لك واحد يقول لك يا عمي ايش محلات الحكومه؟ زين انت شبعان؟ زين انت متفكر عمي؟ فكر بابو البصر اللي ما يشرب ما عنده، فكر هاي المظاهرات اللي تحكمعوهم على شنو؟ محمد دستوري هذا، قلتم هل انتم على ما تخافونه؟ قلتم عم الشعب ما يريدكم؟ عم اطلعوا عقولنا بحالنا، قلتم عم احنا متوحدين ما بيناتنا طائفيه، ماكو ما عندنا طائفيه. اللي يقول اكو طائفيه انا اعتبر هذا مو عراقي. عمي كافح حال، قلتم ملينا، قلتم عمي اصحوا يا شعب، ترى دولة راح أروح سرطان راح يقتلون عمي يا أستاذ أفل. قاعد يظل ناشد حكومة هم من مدبرين يا أستاذ أفل، هم من مدبرين، هم وعصاباته. يا شعب اوعى، اصحى يا شعب، إذا ما تفكر بيك فكر بالجيل اللي راح يجي ابنك وابني، فكر بيهم عمي. شكرا شكرا لك ابو عراق. فزاع من الانبار، حياك الله يا فزاع. حياك الله عم حسين على راسي. تحيه ودوم اخوي العزيز، تفضل. طالب وجوهكم وغناء مالكم الحلبوسي الكاظمي، عند ابن عمي الخطا بالرزازه، عند اطفال صغار خطا خمس سنوات ما لقى حد الان. من خمس سنوات عندك مخطوف؟ ألو.
تهجرنا بيام الدواعش في الرزازة وخطفها ما لقينا حد ما لقينا. نعم اي والله. بس اذا امكن اذا امكن اخ فزاع حتى اسمعك بشكل اوضح لان الصوت ده يرجع لي مرتين فمدى افتهم بشكل واضح. نصي لي صوت التلفزيون يرحم والديك. اي اي اخويا كمل لي. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ فزاع. اخ فزاع اذا يتكلم عن قضيه مختطفي الرزازه او سيطره الرزازه كنا نعرف وحكينا حلقه كامله عن موضوع سيطره الرزازه الناس اللي طلعت هاربه من تنظيم ارهابي دخل الى هاي المحافظه نتيجه تقاعس القوات العسكريه والقوات الحكوميه والجيش من الدفاع عن ارض الوطن في وجه الف او 2000 مقاتل ما نعرف منين جوي وسيطروا على المدينة. دول اللي طلعوا هاربين من هذا الإرهاب واستنجدوا بالقوات اللي كانت موجودة بسيطرة الرزازة فجأة صار أكو عزل ما بين الرجال والنساء وفجأة ما حد يعرف عن الرجال شيء من التاريخ اللي قال الأخ فزاع حتى هاي اللحظة. مشاهدينا الكرام العراق من 2003 لليوم إجا بوش الابن وقال احنا جايبين لكم نظام ديمقراطي وحرية. اجا بلير وحكى نفس الكلام. اجا الحكم المدني الامريكي وحكى نفس الشيء. بول برايمر. اجا جت الحكومات او مجلس الحكم الانتقالي اللي شاركوا به ذولا اللي هسه دا يحكمون ويقولون ان هم سياسيين عراقيين وكلهم يحجون بالديمقراطيه وبالدستور والحفاظ على القانون وقالوا احنا راح نسوي العراق جنه وسيكون العراق انموذج الى باقي دول المنطقه. هو صار انموذج. صار انموذج بالرجوع الى الوراء. صار انموذج بالتخلف لانه الاميه اليوم وصلت إلى عتبة 50% من أبناء الشعب العراقي. صار أموذج اليوم بالفقر لأنه فعليا عندنا 45% هم فقراء. صار أموذج بوجود ربع الشعب العراقي تحت خط الفقر. صار أموذج بأنه كل شيء سيء موجود بالعراق وبغداد صارت أسوأ مدينة بالعالم. لكن هم ما وعدوا بهذا الشيء. هسه لو نرجع نقرأ التاريخ هيروشيما اللي أمريكا ضربتها بقنبلة ذرية بال45 اللي هي كانت السبب في نهاية الحرب العالمية. إذا نقرأ عن تاريخ هيروشيما راح تلقوها بال1949 يعني وراء 4 سنوات تعمرت. وراء 4 سنوات أسسوا قانون أن تكون مدينة هيروشيما مدينة للسلام عالميا. وراء 4 سنوات بنوا بها حديقة من 120 ألف كيلومتر بها مئات النصب التذكارية اللي صار في هيروشيما وموجودة إلى حد هاي اللحظة. دول أوروبا بعد الحرب العالمية إذا نشوفها وندورها وش صار بها الدول أوروبا بالحرب العالمية وقمة الدمار اللي ما شفناه إلا بال 2019 2020 2021 و 2018 في الأنبار وفي نينوى وفي صلاح الدين وفي حلب والعفو وفي حلب وباقي مدن الثورة السورية. هذا الدمار اللي ما شفناه بس بالحرب العالمية راح تلقون سنوات صغيرة تمت إعادة إعمار المدن. ماهر من بغداد رجع لنا حياك الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تفضل اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه اغاتي تفضل. هذا كل شكر حبيبي. نحمد الله على كل شيء. فيها الحكومه نعم عباره عن مافيا. نعم
قطاع الاتصال ويا الأخمار. طبعا هي هاي مثلا من 2003 لليوم الحكومات اللي حكمت البلد ما فكرت شلون تعمر، بس عندها تدفع فلوس الى اناس حتى يشتغلون حتى يشوشون على اتصالات قنوات وعلى بث لقنوات وعلى اتصالات برنامج صوتكم مثلا. يعني اذا نفكر مثلا بالمانيا، فصلوها الالمانيا وراء الحرب العالميه الثانيه، سواها المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، ووقع جدار برلين بالتسعين. شوفوا المانيا من التسعين لليوم ايش صارت، وشوف العراق من 2003 لليوم ايش صار، اليابان اللي انضربت قنبلة دمرت مساحة كبيرة من اليابان، ما أقولكم من 1945 لليوم ايش صارت اليابان، بس على الأقل اشتغلوا للبلد. شوفوا البلد شلون سووا، والصناعة اليابانية والتكنولوجيا اليابانية والدراسة اليابانية والقانون الياباني، واحتفلوا بهواية أمور بأنه عندهم نظام، نظام لدرجة أنه وصلوا إلى مرحلة أنه ماكو ترافيك لايت بالشارع، لأنه زرعوا النظام بقلوب الناس وبعقلهم. والعراق اليوم هم ما بي ترافيك لايت بالشارع، لأن يا هو التلزمة هذا تابع إلى ميليشيا، وهذا للسرايا، وهذا للقائد، وهذا للحجي، وهذا للفلان، وهذا لابن علان، وهذا الفلان حزب، وذاك الفلان ميليشيا، وذاك الأبو ما أعرف منه، وهذا الأبو ما أدري منه. فما كنت رفك لايت بالعراق، بس شتان ما بين الاثنين. أوروبا اليوم بها صناعات وبها تجارة وبها زراعة وبها، وتلقون أنه الدول ده تفكر شلون تستبدل الطاقة بطرق بديلة حتى تحافظ على البيئة. بس العراق اليوم يحرق غاز، ويعتبر ثاني أكبر بلد بالعالم في حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط اللي يسبب تلوث ويسبب أمراض، وما يفكر شلون يستغل هذا الغاز، بس يفكر شلون يستورد غاز من إيران، يفكر شلون يستورد غاز من إيران وبأضعاف مضاعفة من السعر. العراق اللي بأرض خصبة، أرض السواد، أرض الرافدين، بس ما بيزرع اليوم ويستورد كل شيء. وأكو فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب يتهكم بالمواطن على الفواكه والخضروات اللي موجودة والجنسيات اللي يشوفها يم البقال. أبو خطاب من القرمة رجع لنا مرة ثانية، حياك الله يا أبو خطاب. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. أبو رفل أخويا لسه ما كملت، ما جاي أسمعك. والله يا أخويا إحنا همين وصلنا إلى مرحلة ما قمنا نسمعك، تفضل عين أبو خطاب. عندي أخوان اثنين. إيه. الخطفة وأخوان اثنين. إيه. مواليد، واحد مواليد 51 وواحد مواليد 55. نعم. وابنه مواليد 80، جو شالوهم واحد من التاجي خذوه من الشارع. يعني ثلاثة مو اثنين. نعم. أسود ولا... ايه من 2016. من 2016، نعم، يعني 6 سنوات. صار لهم 6 سنوات. ما خلينا مكان، وما دقينا حاسبه، ماكو اي ذكر. واخوتي اثنين. زين ابو خطاب، سؤال، يعني انت تقول انه يعني عندك اخوان اثنين، واحد مواليد 51 واحد مواليد 55، وواحد من اولاد اخوتك مواليد 80 انخطفوا من الشارع. زين ما عرفتوا مسالته مثلا الناس اللي شافت هذا الشيء، داير مدايرة، بيوت، محلات، من الجهه اللي شالت اخوانك وابن اخوك؟ واحد شايفينه، شوف يعني. أيه. زوجته وياه موقفينه بالشارع، سيارات جايه بالشارع وموقفينه لابسين اسود، كلهم لابسين اسود. زين ما عرفتوا ذول لابسين اسود تابعين ما لمن؟ يعرفوا ما هي وياه زوجته وياه عايشينها بالشارع، هي بالسياره تمشي عايشينها ماخذينها ورايحين. اوكي، ما عرفتوا هذول لابسين اسود تابعين لمن؟ ما عرفنا، ما خلينا مكان، ما خلينا بغداد كله افتريناه، إلى ما كلهم ثلاثتهم من 2016 لحد اليوم ما لهم أي ذكر ولا أسماء ولا ريع ولا. نعم. لا بحاسبة ولا بكل شيء، ماكو ما لقيناهم، خلاص ماكو. زين من تسألون مثلا
وزارة الداخلية أو إدارة السجون أو أي جهة؟ شنو ردهم؟ ما أخذناهم، ردهم من الروح الراجع يقولون ما أخذناهم إحنا. قل له إذا أنتم ما أخذتهم فضائيين نزلوا من الفضاء شالوهم وطلعوا. إذا قل له إذا أنتم ما أخذتهم فضائيين شالوهم. يقول ما شلناهم ما أخذناهم، من شالهم أبويا؟ تمام. بالشارع يوجهونه ويأخذونه ويروحون. نعم نعم. وزل مقبار وتقول شياب وتقول جاء شباب و... نعم. ما جاء اسمعك انا يا ابو رفل والله ما جاء. نعم نعم اخوي دا اسمعك انا كل زين. ما خلينا والله ما خلينا لحد يومك. نعم 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 نعم. شكرا شكرا لك ابو خطاب. هاي واحده من المشاكل اللي يعاني منها المواطن العراقي، المواطن العراقي وهوايه من اهالي المغيبين اليوم بالعراق يقول اني ابني او 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 اخويا او ابويا او مره تقول اني زوجي او ابني او او ابويا شالوه من بيتنا او من الشارع او من المحل او من مكان عمله وما نعرف من الجهه شالته، ومن نروح نسال عليه يقول احنا ما نعرف عن شيء، او يعرف الجهه شالته. هواية من المتصلين يقول أنا أعرف الجهة شالته وأعرف أن هم تابعين لفلان جهة وجوي على جهة مثلا يقولون إحنا عندنا استفسار أو سؤال ونرجع لكم يا بعد كم دقيقة ويروحوا بعد ما يرجعوا صار لهم سنين. هاي واحدة من المشاكل. المشاكل الثانية اللي صارت مثلا قضية يعني التهجير القسري اللي مثلا في ناحية مكحول، اليوم القوات الأمنية أو الجيش قالوا 4 أشهر أقصى حد وترجعون. السؤال راح يصدقون وفقط 4 أشهر ويرجعون لو حالهم حال جرف الصخر؟ شغلة اللخ لما يطلع واحد مثلا ناطق رسمي باسم الجيش ويقول والله أكو مشاكل أمنية بالمنطقة تتوجب علينا أنه نهجر الناس، يعني إيش قال لنفسه؟ ده يضحك علينا لو على نفسه. بالنسبة إلى رسالة واتساب اللي وصلتني اليوم، أبو سمية من الأنبار، عندما تكسرت أجنحة المقاومة العشائرية في المحافظات المنتفضة خلى الجو للحكومة الطائفية وميليشياتها لتهجير أهلها بالتدريج. مساء الخير على حضراتكم. بالنسبة لموضوعكم عن التهجير القسري وكل ما يدور بالبلد، كل سببه واحد هو الساسة الموجودين اللي يومنا هذا ساسة الطائفية وما زالوا على هذا النهج، حسبي الله عليهم وتحياتي لكم. رنا من بابل. مشاهدينا الكرام، اليوم لما يطلع واحد ويقول احنا عندنا مشاكل أمنية وهاي المشاكل الأمنية لازم نهجر الناس ونهجول الناس وطلع الناس من بيوتها ولازم ما يبقون ببيوتها لأنه أكو خلل أمني، بس ما طلع واحد مسؤول ويقول عندنا خلل أمني بالمكان الفلاني أو بالقضية الفلانية ولازم نلقي حل لهذا الخلل الأمني. لما يطلع مسؤول ويقول احنا عندنا خلل أمني بجهة معينة وذول الناس ما المفروض يبقون ويطلعون وهم يحيرون بحالهم، بس ما يفكر شلون يحمي هذول الناس من هذا الخلل الأمني. عرفوا أنه اللي قاعد دا يحكي واللي قاعد دا يتحكم واللي قاعد دا يحكم هذا مو ابن البلد. احنا عندنا مشاكل هواية والعراقيين يعرفون أن العراق بخلل أمني، بس المشكلة مو بالخلل الأمني، المشكلة باللي دا يحكي ويقول أنه احنا نريد نحل الخلل الأمني. قبل ما نختم نحب نذكركم مرة ثالثة إخواني أو مرة أخيرة بالحلقة مال اليوم مشاهدينا الكرام، أنه أنت إذا سويت هاي القضية فأنت دا تشوفنا على نظام الأجدي، أما إذا ما سويتها كل اللي عليك تلزم ريموت التلفزيون نفس تردد القناة 10727، هذا التردد مال القناة قدامك هسه إذا ما مسجلة سجلة، نفس التردد تسوي إعادة بحث أو ريسيرش من جديد راح يتحول نظام البث عندك من نظام الأجدي إلى نظام الأجدي، لأنه يوم 28/2 يعني ما بقت أيام معدودة راح يتوقف البث على نظام الأزدي، فحتى نضمن استمرارنا واستمراركم في مشاهدتنا حول البث يمك من الأزدي للأجدي أخوي العزيز أو أختي العزيزة. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم هاي مو آخر حلقة بي، راح تشوفونا باكر بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد إن شاء الله. في أمان الله.